الخزنة دي ليها رقم سري؟ أكيد طبعاً. والسعي كده؟ تاريخ ميلاد جده كام؟ 30/10/84. تعرف منين أنت؟ إيه اللي أعرف منين؟ أي عيل صغير عارف تاريخ ميلاد جده، ده هداف الأهلي وأفريقيا يا بنتي. أنا مش بتكلم على جده ده، أنا بتكلم على جدنا إحنا. 22/10/1932. معلش 2 قبل التلاتة ولا تلاتة قبل 2؟ معروفة إن التلاتة أكبر بالاتنين. أنتوا في العربي بتقولوا 32، فبالعقل كده الاتنين الأول، في الإنجليش إتس 32، فخلاص أنا هتصرف. ما بتفتحش. طب جربي كده تاريخ ميلادي. تاريخ ميلادك انت هيفتح الخزنة ليه؟ عادي يعني، ما هو بيفتح الايميل بتاعي. الباسورد بتاع الاي تي ام بتاع جده كام؟ يعني ايه الاي تي ام دي؟ الاي تي ام اللي هو الرقم القومي. يا ابني رقم قومي ايه؟ هو كان لحق الرقم القومي. الاي تي ام دي البطاقة القديمة، عشان كده اسمها الاي تي ام، اللي هي دلوقتي بيسموها الاي تي، مش لما تيجي تخش مكان يقول لك لو سمحت هات الاي تي بتاعك. صح، هو ده. انتوا متخلفين؟ ايه اللي بتقولوه ده؟ ده تخلف؟ هو المكان ده بيخلينا نفكر بشكل متخلف؟ نفكر بشكل علمي شويه. احنا ممكن نشوف رقم العدد بتاع المجله اللي معاكي ده. يعني ايه رقم العدد؟ فين ده؟ رقم العدد اللي موجود على المجله من بره. اوكي. ساي انا بس بعد اذنكم. ممكن بعد اذنكم. اتفضل. ايه ده؟ فين الفلوس؟ وديتي الفلوس فين؟ فلوس ايه متخلفة؟ ما احنا فاتحين الخزنة قدامك اهو، فيها زفت مجلة. ايوه، طب احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ هنعمل ايه يعني؟ هنقفل المرسم ونروح، ما احنا لقينا مجلة تانية. يا نيلي، ما ممكن تكون المجلة دي لغز جديد يودينا للفلوس. لغز جديد ازاي يعني بقى؟ مش فاهمة. زي الافلام الاجنبي بالظبط. عارف البطل الاجنبي في الفيلم لما بيشيل الكنز بتاعه في مكان؟ ما تقولش كنز. الفلوس، الذهب، whatever. يعني البطل بتاعنا ماشي، لما بيشيل الفلوس بتاعته في مكان بيسيب دليل. احنا نمشي ورا الدليل، الدليل ياخدنا لدليل، ياخدنا لدليل، ياخدنا لدليل، لحد ما نعرف طريق الفلوس. اه، زي فيلم الكنز القومي. ايه ده؟ الكنز القومي، ناشونال تريشر. انت بتقول ايه؟ بتاع نيكولاس كنز. نيكولاس كيدز. لا 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 لا، انا مش قادر استحمل الناس دي في حياتي. مش قادره تستحملي ليه يا حبيبتي؟ العيال دي شكلها بتفهم وشكلهم كده ماشيين صح. بص، احنا نجيب اللغز اللي في العدد ده ونحله، هنعرف طريق الفلوس. طب وعلى ايه؟ ما نحل الكلمات المتقاطعه، يمكن جده سايب لنا فيها رساله زي اللغز اللي فات. صح والله، انت عايشه في افلام قوي. طب هاتي هاتي المجله والقلم. هاتي. ليه انت تحلي؟ انا هحل. هتحلي ليه؟ وش دي لسه عماله تقولي افلام؟ هاتي يلا. احنا شركة زي بعض، انا ممكن احل قطعة وانت تحلي قطعة. بقولك ايه يا بنت، انت انا مش ناقصة تفاهة وهيافة، هاتي المجلة بدل ما اخليك انت قطعة. لا انت هبلة بقى، انت بتتكلمي ازاي كده؟ انا مش عشان سكتلك عند عم بندق في البيت فاكراني اسكتلك على طول. ولو ما سكتتيش هتعملي لي ايه يعني يا حبيبتي؟ هاتي حبيبتي المجلة بدل ما اديك على وشك. لا لا لا، انت كمان هتزعلي. انت كمان هتزعلي. ايه ايه انت كمان مش مشكلة. مش خير. انتوا مين بقى يا مؤاخذة؟ الله، بندق. ازيك يا بندق؟ انت فين يا مؤاخذة؟ بالك فترة. اهلا اهلا العم دهب. اهلا اهلا العم دهب حبيبي. ازيك يا بندق؟ وحشني. انت عامل ايه؟ الحمد لله. سنين ما شفتكش من يوم من كا الله يرحمه مؤاخذة ما مات. اه، عارف الظروف بقى والدنيا وكده. هو حضرتك كنت تعرف جدو؟ عز المعرفة، ده كان حبيبي. اكيد انتوا بقى احفاد متكاون صح؟ واضح ان حضرتك ذكي ولماح.
يبقى انت بقى اكيد شريهان بنت عبد الحليم. واضح ان حضرتك ما عندكش تمييز خالص. انا نيلي، واللي لابسه بطاطس هناك دي هي شريهان. بطاطس في عينك، انا شريهان يا بيه. شريهان ونيلي، ابقى انا بقى عم فؤاد. حلو. جدكم ده اصلا الله يرحمه كان صاحب الروح بالروح، انا اعرفه من ايام ثوره 52، حضرت معاه تاميم الكنال، حضرت معاه والعدوان الثلاثي، وحضرت معاه افتتاح ويمبي. الله حلو. يلا يا بنات عشان احنا ها ما انت عارفين كل حاجه. طب ليه مش هنحل كلمات المتقاطعه؟ طيب متقاطعه ايش؟ مش وقت متقاطعه دلوقتي. يلا يا بنات احنا كده هنتاخر. هنتاخر على ايه؟ هو احنا في حاجه في حياتنا غير ان احنا نحل اللغز؟ لغز؟ لغز ايه يا مغز؟ لغز لغز. الحياه كلها الغاز والذهب. ما هو انت عارف البنت دي اصلها شقيه حبتين، بتحب انها تحل الالغاز بتاعت جدها. ما شاء الله. يا ولد لو عشان احنا العربيه مستنيانا تحت. ها نخلص خلص. يلا يلا يلا. طيب يا بنات ابو خلينا نشوفكم بقى، انا مكتبه مؤاخذه هنا في فوق المرسم على طول، لو عشتوا حاجه تعالوا لي. ها طب الخزنه السريه احنا سايبينها مفتوحه. نيد امشي سما بود. مع السلامه عمود. خلينا نشوف. هتوحشني. معاك المفتاح. اقفل انت بقى. والسلام عليكم. الف سلام. الله يسلمك. بس تصدق عم دهب ده شكله راجل طيب ووشه سمح كده وابن حلال. لا ودمه خفيف جدا، موتني من الضحك لما قال ويمبي دي ما قدرتش. بس انا ويمبي دي ما ضحكتنيش، بس هو تحس ان هو من نوع الناس اللي يتنرفزوا بسرعه ويهدوا بسرعه دول. ايوه، وتحس كمان ان هو كريم واللي في جيبه مش ليه. واللي في قلبه على لسانه. صح. معلش انتوا بتتكلموا عن عم دهب ده؟ كل ده لحقتوا تعرفوه في الدقيقه اللي وقفناها مع الراجل؟ عادي يعني، اصل انا ليا نظره في البني ادم. نظره ايه وزفت ايه اللي بتتكلمي عنها دي؟ عمك دهب، عمك دهب الراجل طيب، راجل مش عمك دهب ده لو انت سلمت عليه تعدي صوابعك وراها. ده كان شريك جدك وحبيب جدك الروح بالروح. سرق فلوسه كلها. حب جدك بقى يديله مغرز، قام قال له هات حبه فلوس كده اهو اشغلهم معايا كده في مشروع. قام قال له خد. خد جدك الفلوس، وكل ما دهب يجي يقول له ما نقعد نتحاسب يقول له ها الشهر اللي جاي الشهر اللي بعديه. لحد ما جدك مات وراحت فلوس دهب وراحت فلوس جدك كلها. لا انا دلوقتي مش فاهمه، يعني جده اخد من الراجل ده فلوس؟ ايوه. يعني جده كان حرامي؟ لا يا بنتي، جدك كان شريف. الحرامي صحيح هو دهب، خد منه فلوسه. جدك الحبه اللي خدهم بس جزء من اللي سرقهم هو عم دهب. أنا حبيت أقول لكم بس إن دهب ده خبيث ومكار. خبيث ومكار على نفسه، إحنا مالنا وإحنا هنشوفه تاني؟ بفطمكم عشان لما تصطوا فيه تعرفوه على حقيقته. أنا هضطر أستأذن بقى، إذا عوزتوا مني أي حاجة اتصلوا بيا وأنا هاجي دغري على طول. تستأذن إيه؟ أنا شاكك أصلاً إن أنت تعرف تروح بيتكم أصلاً. لا 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 لا، أنا بركب أي حاجة أوصل البيت. بتركب أي حاجة؟ ده ساكن فين ده؟ ادخل. ضحى وصل يا ريس. خليه يدخل. مساك فل يا مالك. مساك فل يا ضحى. مؤاخذة. في حاجة تاني؟ لا بس أنا اليومين دول ماشي خفيف خفيف عشان في الجهاد. طب خلي بالك عشان يكون في حاجة ولا تقعد عليها. لا لا مفيش حاجة بالطبع. خير يا مالك؟ أنا عايزك يا ضاحي. شقاوة؟ أنت تعرف حاجة غير الشقاوة؟ وحتى لو أعرف حاجة غير الشقاوة ما كنتش عملتها. طب اسمعني بقى كويس. عينيا. الوقت نيلي وشريهان ظهروا في المرسم النهاردة مع بنداري. والله العظيم. نيلي وشريهان. ايوه. وهيعملوا الفوازير السنه دي ولا ايه اللي صار؟ فوازير ايه؟ نيلي وشريهان مين؟ نيلي وشريهان احفاد مكاوي. مكاوي مين؟ ما انت لو تخلص وتسمع الكلام هتفهم الحكايه. اوامرك يا مالك. مكاوي ده كان صاحبي وشريكي وفي الاخر غدر بيا وسرقني.
هو في حد يقدر يسرقها كمالك؟ مش ده موضوعنا. امال موضوعنا ايه؟ موضوعنا ان مكاوي ده كان عنده فلوس كتير قوي. وطبعا فلوسي في وصليهم. ولما مات الفلوس اختفت، محدش عارف راحت فين. وكل واحد له قرشين بدا يدور بطريقته، وظهور نيل وشريهان احفاده دول معناها انهم لقوا سكه على الفلوس دي. فهمتك، يعني انت عايزني اخلص على نيل وشريهان قبل ما يوصلهم للفلوس. الله يخرب بيت غباوتك، ولما تخلص عليهم انا هستفيد ايه؟ صحيح، انا عايزك تحط عينك عليهم، تراقبهم ال 24 ساعه، تعرف هم ساكنين فين، بيروحوا فين، وبيجوا منين، وبياكلوا ايه ويشربوا ايه، وكل معلومه تعرفها تيجي تبلغها لي. خلاص استبينا، بس الاول اتفق على عرقي. سامعك، قول. عمليه زي دي ما اخدش فيها اقل من 100,000 قايف. لم لعب الاطفال بتاعتك دي وقوم روح يلا. خلاص 80,000 قايف. والله ما لقيت اهيف منك. اخر كلام 50,000 قايف. 50 ليه؟ وانا مأجر جيمس بوند. لا، مأجر ضاحي، وسعادتك عارف من هو ضاحي. ما انا عشان عارف من هو ضاحي مفيش اكتر من 5,000 جنيه، قلت ايه؟ وانا مش هخسر ال 5,000 جنيه دول معاك يا ملك، ده انا خطفت لك ابن شريكك ب 4,000 جنيه، وسرقت لك ورق الارض بتاع الصحراوي ب 3,000 جنيه، وشلت لك عربيه البطاطا اللي تحت المكتب عشان تعرف تركن، وخدت في الاخر كوزين دوره. هما خمسه، قلت ايه؟ خمسه خمسه، مش هكسر كلمتك يا ملك، بس اللي انت قالت عليك. تجيب لي فواتير بيها وانا حاسبك. استبينا. استعجز انا بقى. ايه راح فين؟ هروح اراقب نيلي وشريهان. طب مؤاخذة يعني، انت تعرف شكلهم؟ لا. تعرف هم ساكنين فين؟ لا. تعرف توصل لهم ازاي؟ لا. لا اتلقك يا اخي كله لا لا، امال رايح تعمل ايه؟ صحيح، فاتتني دي. وعشان فاتتك دي هم ثلاث بواكب مفيش غيرهم. بس خلاص هنا. يلا انزلوا انتوا بقى عشان كنت عايزه اتكلم مع سيف في حاجه. ماشي. يلا شوش. يلا. خلاص يا صاحبي، على اتفاقنا، تسيب لي مفتاح العربيه وتيجي تاخدها بعد يومين ان شاء الله. انا ما بديش عربيه لحد. انا اصلا ايه ده؟ ايه يا عم، احنا مش صحاب ولا ايه؟ هو صاحب لي عند صاحبه ايه يا عم؟ صاحبك ايه؟ ما اعرفش عنده ايه، انا اول مره اشوفك النهارده. هو انت ما بتؤمنش بالصحابيه من اول نظره؟ انت عايز مني ايه؟ انا عايزك في الخير كمان. ده انت ليه الادب قوي على فكره، خدت بالك بقى بيقول ايه؟ خلاص خلاص يا هاني، احنا مش شاكرين قوي والله يا اخ سيف على التوصيله الجميله دي، يعني احنا ما كناش عارفين هنركب مواصلات ايه، ده الاخوات ما بيعملوش مع بعض كده يا جدع. ربنا يا رب يكرمك ويديك الصحه يا رب ويعلي مراتبك. قادر يا كريم يا رب. مراتبك ايه؟ مراتبك يعني. بقول لك مراتبك يعني ان شاء الله يعني يقبل لك العربيه دي. جيب العربيه. انا متشكر قوي. شكرا. خلاص خلصتوا التسول؟ يلا اتفضلوا عشان قلت لكم عايزه اتكلم معاه في حاجه وهاجي لكم. طب ما تتاخريش. اوكي يلا شوش. نيلي كنت عايزاني في ايه؟ يلا اطلع بسرعة. ايه ده، فنطلع في حتة ضلمة؟ اطلع بسرعة هفهمك بعدين. يلا اطلع بسرعة. يلا. حاضر. نيلي هو انت جعانة قوي كده؟ معلش سوري، انت مش فاهم، انا ما باكلش عندهم خالص، بياكلوا حاجات غريبة. عارف النهاردة كانوا هياكلوا ايه؟ ايه؟ بطاطس في الملوخية. مفيش حاجة اسمها كده أصلا. والله العظيم I swear، بطاطس مقطعينها كيوبس كده وحطيناها في المايه الأخضر بتاعت الملوخية. لا، ما هي دي مش بطاطس، والمايه الأخضر دي مش ملوخية، ده ده قلقاس في السلق اللي هي المايه الأخضر. إيه السلق ده؟ السلق ده نبات الستات بتحطه في الهون ويدقوه جامد لغاية ما يبقى لزج. أول ما يبقى لزج قوي. طب خلاص خلاص ما تقوليش، عشان لو في يوم من الأيام ما كانش قدامي غيره أعرف أكله. حل حل. I'm sorry. حاضر. مرادف افكار مختلطه راسي. سيف انت كويس؟ كويس ايه؟ معايا بنادول لو عايز. ليه بنادول ليه؟ مش انت قلت دلوقتي افكار مختلطه في راسك؟ لا مش راسي اللي هي راسي ولا راسي عشان اعرف دماغك بتروح فين. راسي يعني بالطول، الكلمه بالطول راسي. افقي بالعرض، يبقى كلمه بالعرض. فيرتيكال وهوريزونتال يعني. فهمت. اوكي. افكار مختلطه. افكار مختلطه. ايوه. فين السؤال؟ ما فيش سؤال. انا اجاوب. انا هجاوب. اوكي. خواطر. افكار مختلطه خواطر. خواطر بالظبط. جمع دب. دبديب. ايوه في اللغه العربيه اسمها دببه. دباديب دي في حفله لتامر، وتامر عاشور مش حسني. اوكي ظريف. عكسي اشتري. ما يشتريش.
يا سلام. ايوه طبعا. عكس يشتري يبيع. وما يشتريش. اوكي وما يشتريش، بس وما يشتريش عدد الحروف بتاعتها مش قد المربعات اللي عندنا، فيبيع. ايوه بس لو كانت تكفي لعدد المربعات كانت تنفع. قولي الكلام بقى ده لجده مش ليا. اوكي بس ما تقوحش معايا. ابن الابن. ايوه انا عارفه دي. اعز الابن. اعز الابن ايه؟ اعز الابن ابن الابن. اسمها اعز الولد ولد الولد. Whatever. لا دي ما فيهاش whatever، دي معروفه، دي اقوال متوارثه. وبعدين بصي ما تتكلميش. مش انت اللي بتسال؟ انا ما بسالش، انا بفكر بصوت عالي. طيب خلاص حل بقى. يبقى قلنا ابن الابن كيل حفيد لاعب ارجنتيني مشهور. ميسي. ميسي ازاي؟ العدد ده مكتوب سنه 85، يعني ميسي ما كانش موجود في الدنيا اصلا، ما كانش اتولد. صح. اوكي انا مش هتكلم خالص بقى. يا ريت يا ريت. حرف جر في حكايه قصه سارق السفن قرصان. قرصان يبقى في قصة حفيد القرصان. الحل في قصة حفيد القرصان. لا طبعا اكيد مش هنسافر. الحل عند جوني ديب. جوني ديب ايه؟ ايه علاقة جدك بجوني ديب؟ هو كان شافه. مش انت بتقول قرصان؟ جوني ديب كان طالع قرصان في الفيلم. ايوه ايه العلاقة؟ هو مفيش قرصان غير جوني ديب. هو ده القرصان اللي انا اعرفه في حياتي بقى. طب هنلاقي فين حفيد القرصان ده؟ احنا ممكن لو دورنا هنا في المجلة. حفيد القرصان، حفيد القرصان، حفيد اهو. حفيد القرصان، يس. برافو 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 عليا بجد. ام جينيوس. وما احتجتش للفلوطه اللي اسمها الشريهان دي. على فكره انا اللي حليتها. ايوه ساعدتني يعني. اوكي استنى بقى عشان اقرا. انهم ليسوا معنا. انهم ليسوا معنا. انهم عاملين شعرهم ليسوا معنا. سيف اتفضل اقراها كده. انهم ليسوا معنا. يعني ايه ليسوا بقى؟ طب مش هقول لك ليسوا يعني ايه غير ما تقولي يعني ايه ليسوا. ليسوا جروب اوف بيبل اسمهم ليسوا. ناس اسمها ليسوا. هو انت بتبرري اي حاجه؟ قصه خياليه ناس كاتبه حاجات. بصي انا هقرا القصه، انا لما اقراها وهفهمك. اوكي اوكي. يا ما هذا المكان القديم، اريد ان ارجع الى بيتي حقا حسنا. بصي يا ستي. كان يا مكان كان في ولد يبقى حفيد قرصان. القرصان ده كان عنده كنز، كنز كبير. فالولد بقى حفيده كان بيدور على كنزه. سيف الجاكيت ده كنزو. واو. اه والله الجاكيت اللي انت لابساه كنزو. ايه العلاقه بالجاكيت اللي انت لابساه كنزو باللي انا بقوله دوت؟ سيف ما تزعقش، احنا ان بابليك. انت اللي بتنرفزيني. ما تنرفزنيش. انا قلت لك اول حاجه جت في دماغي. ما تقوليش يعني حاجه تيجي في دماغك دلوقتي، خلينا نخلص. واضح ان انا مش هعرف احل اللغز. نكلم حد بقى يساعدنا. نكلم عم بندق. كان البندق نفع نفسه، ده راجل متخلف. نيلي مفيش حد تاني في عليكم ينفع نسأله؟ مفيش غير بابي، بس بكلمه طول اليوم في السجن موبايله مقفول. طيب أنا عندي فكرة. مش أنتوا عندكم شركة شحن؟ آه. في مركب عندكم اسمها البطة الشقية؟ سيف إيه؟ إحنا شركة شحن كبيرة قوي ومحترمة، أكيد مش هيبقى عندنا مركب اسمها البطة الشقية. إحنا عندنا ثلاث مراكب، الدلوعة، فلافيلو، واللي غير دي كان اسمها الذبابه الملعونه. الدلوعه وفلافيلو دول مش اللي هما بيبقوا في المظلات اللفه ب 2 جنيه اللي هي جنب الاتوبيس النهري دي، تلاقي واحده متسوله قاعده في المركب وشاكاه. حكايه صح؟ سيف بص عشان ما نتخانقش، انا زهقت خلاص وعايزه امشي. انا كمان تعبت بصراحه. طب خلاص تعالي نمشي دلوقتي والصبح نيجي فريش نكمل، عشان انا كمان دماغي وجعتني. صح عندك حق. بس انا مش عايزه اروح البيت عند صباح وشريهان واقعد في بيتهم. انت مش فاهم بيتهم عامل ازاي. طب ابات فين؟ تعالي باتي عندي. نعم. اعتبريني ما قلتش حاجه، انا اسف. بس انا نو واي اروح بيت عندهم.
انا هكلم اصحابي كلهم حد دلوقتي اتذلل لهم عشان اروح بيت عندهم. بس انا مش عارفه ليه حاسه ان الناس عندهم حاجه مهمه. انا مش عارفه هي سايبانا الست دي نعمل بيها ايه بقى، وجي بتاكل زينا ولا بتتسقي زي الزرع؟ انا مش فاهمه. اقطع دراعي ما كانتش البت دي خدت المجله وخلعت بيها وراحت تدور على الفلوس وهتحلق لكم كلكم. تحلق لنا ازاي بس؟ لا طبعا، تلاقيها راحت تجيب حاجه وجايه، اكيد يعني مش هتهرب وبتسيب الست دي هنا. تجيب ايه؟ انت اصلك هبله يا بنتي، زمانها دلوقتي عرفت مكان الفلوس وقاعده بتعد فيها هي والمحروس اللي معاها بتاع الكيه ده. هاي شريهن حبيبتي، عامله ايه؟ وحشتيني قوي. بصي انا جبت لك معايا ايه. الله، الشبح الكبير. شفت بقى ظلمتها، كانت بتجيب لي الشبح. سبحان الله، لسه بقول لهم اكيد استاذه نيلي اتاخرت عشان بتجيب الشبح. ياض انت مش لسه قايل يمكن تبقى خلعت بالمجال؟ ايه يا بنتي اللي ايه ده ايه ده؟ طب تصدقي انت يا ست الكل ان انا اقول حاجه زي كده؟ اصدق عادي جدا. ايه ده؟ ما كانش العشم خالص. طب تعالي شوفي ستك اللي ما كلتش حاجه من الصبح دي. عملت لها سندوتش ما كلتش، عملت لها شوربه ما شربتش، حطيت لها فول ما فولتش، جبت لها دوره ولب خشابي ما ازقزتش، وقعدناها على المقاشه ما طارتش. ممكن تكون كانت مش جعانه، بس هي بتاكل اي حاجه عادي. طيب اقوم احضر العشاء، زمانها جاعت. اعملي لي سوشي. ايه؟ عارفاه، مش ده العدسه ابو جبه؟ ايه ده انا في كده. وانا خالتي، اعملي لي بقى بفتيك وشعريه بالسكر. وانت ايه؟ حد قال لك ان انا يا روح امك فتحها سبيل؟ ما تقوم يا واد تهز كتفك وتغور من هنا، الوقت اتاخر. مش شايفنا نسوان لوحدينا؟ ده احنا نخاف على سمعتنا. حلوه حلوه سمعتنا دي. انت هتتريق؟ طب قوم. في ايه؟ قوم يا روح امك. طب هاكل لهم يا ولد. قوم يا واد وريني عرض كتفك يلا. طب سندوتش في السريع. سندوتش في عينك؟ حد قال لك ان انا بربي عجول؟ طب انا ما خدتش سمعتها. انت غور من هنا كتكدايه. شوشو رنلك تكلميني. انت جايبه لنا من ايديا دايما كده على بطنه على بطنه، كتكنيله في تنقيتك. خلاص يلا يا ابلامين. يلا يا حلوه تعالي ورايا عشان تقولي لي اللي انت طالباه ده العدسه ابو جبه بيتعمل ازاي. تعالي. الشبح خدي عينك فيه. هاتي المجله بقى عشان احل الكلمات المتقاطعه. على فكره انا اوريدي حليت الكلمات المتقاطعه. حليتي الكلمات المتقاطعه؟ يعني انت ما روحتيش تجيبي حاجه بقى زي ما قلت؟ لا والله، بس انا كنت قاعده في العربيه زهقانه يعني، وانت عارفه سيف بيفضل ساكت فقلت اتسلى. طب هاتي المجله. انا طلعت المسج اللي في الكلمات المتقاطعه ولقيت ان الحل في ستوري في المجله اسمها حفيد الكرسان، وقعدت انا وسيف فور لايك ان اور بنحاول نفهم اي حاجه ما فهمناش. قعدتوا فين بقى؟ قعدنا في العربيه، كان في اشاره زحمه قوي فكنا بنتسلى في ايه يا شريهان. ماشي. انا تقريبا فهمت فعلا بالسرعه دي. طب صدقي بقى مش هقولك انا فهمت ايه. لا بليز قولي لي. لا بقولك بليز، هقولك ايه تاني؟ قوليلي لو سمحتش. لو سمحتش. ماشي. فلايت كان اداني فلاشايه. فلايت؟ ما هو مستر منير اسمه مستر فلايت عشان هو لمؤاخذه. اوكي فهمت. المهم الفلاشايه دي كان فيها الصور بتاعت المخزن بتاع مينا بورسعيد. العمال بقى كانوا بيجردوا المخزن فصوروه عشان يحطوا الصور دي في الملف بتاع المخزن. كان في بقى تقريبا حاويات هي نفس الحاويات اللي هنا دي وعليها شعار الشركه. تقريبا ولا اكيد؟ اكيد تقريبا. انت متخلفه بقى. طب وهنروح بعيد ليه؟ ما انا معايا الفلاشايه في السلسله. الفلاشايه والسلسله في نفس الجمله؟ حرام عليك يا شريهان. انا هقوم اجيب الفلاشيه. انا كمان هقوم اجيب اللابتوب. يلا.